السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل، صدمة الدولار من جديد. لماذا لا يستطيع البرلمان تغيير السعر مقابل الدينار العراقي؟ أكد القيادي في تحالف الفتح فاضل فتلاوي اليوم السبت أن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مرتبط بمسودة مشروع موازنة سنة 2022. قال الفتلاوي إن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مرتبط بمسودة مشروع موازنة سنة 2022، وأضاف أن هذا الأمر يثبت في مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء، ولا يحق للبرلمان إجراء أي تغيير على سعر صرف الدولار وكذلك سعر بيع النفط، فهذا من صلاحية الحكومة. وبين الفتلاوي أن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يكون من خلال مجلس الوزراء الجديد، وعلى الكتل البرلمانية العمل على هذا الأمر من خلال وجود ممثلين لها في مجلس الوزراء، وأكد أن البرلمان لا يملك صلاحية في ذلك، ولهذا مرر السعر السابق في البرلمان السابق رغم تحفظ البرلمان عليه، لكن ملزم كونه جاء من قبل الحكومة.